اهلا وسهلا بالمتابعين الكرام. راينا في الحلقه السابقه سلسله من النقط تفيد طبيعه البيئه التي ظهر فيها القران وكلها لا تمت للوثنيه بصله بل ركز النص القراني على قصه موسى في اكثر من 137 موضعا ولا شك ان هذه المقاطع العديده كانت في الاصل باللغه العبريه. فمن البديهي أن موسى لم يأتي للعرب بل لبني إسرائيل وهو بحسب التوراة لم يكن رجل خطابة طليق اللسان في قومه كما يتضح من سفر الخروج إصحاح أربعة العدد عشرة فقال موسى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان وهذا ما جاء في سورة طه الآيات 25 إلى 28 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولتبليغ رساله موسى من العبريه الى العرب قوم محمد وبلسانهم يجب ان تتوفر فيه الميزات التي طلبها موسى من ربه في سوره طه، قال: ربي اشرح لي صدري، الآيه 25، هذه الميزه الاولى تجلت بوضوح في الايه الاولى من سوره الشرح: الم نشرح لك صدرك، ثم الميزه الثانيه ويسر لي امري، الايه 26 من سوره طه، وهذا اليسر يتجلى في الايه 97 من سوره مريم، فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بينما الميزه الثالثه هي حل عقده اللسان، وعن الرسول تقول الروايات الاسلاميه: كما جاء على سبيل المثال كتاب عبقرية محمد لعباس محمود العقاد باتفاق على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها، وقدرته على ايقاعها في احسن مواقعها، ثم لا لا يقول شيئا يستحق ان يستمع اليه السامع في موضوعه، انتهى الاقتباس. وفي سوره النجم يتجلى حل العقدة من لسان في أسمى حلته حين يقول في الآية ثلاثة وما ينطق عن الهوى أما فقه القول عند طلب موسى في سورة طه الآية 28 يفقه قولي فالقرآن الذي أتى به محمد لقومه يسير المعنى وسهل اللفظ فيدعوهم عدة مرات للتذكير كما يتضح جليا في تكرار ثلاث مرات في سوره القمر الايه 17 22 40 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر اذا اصل الرساله الالهيه التي اتى بها الرسول لقومه ليست باللغه العربيه وانما اصلها اعجمي ففصلت اياته ويسرت بلسان عربي مبين كما جاء في سوره فصلت الايه 44 ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي اي لو كان القران بلسان اعجمي لاحتج عليه قومه بالقول كلام اعجمي صادر عن عربي فبفضل هذه هذا البيان الذي اتى به الرسول في القران لقومه جاء الرد عليه عده مرات منها الايه الخامسه من سوره الفرقان وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكره واصيلا. وهنا يتضح جليا فهم قومه لما يقول والقول بانها اساطير الاولين وهنا يمكن فهم كلمة أساطير بمعنى خرافة وخزعبلات ولكنها في الأصل اللغوي يفيد أنها من جذر كلمة سطر أي خط ورسمة ولهذا نجد على سبيل المثال الخط السرياني يسمى سترانجيلو أي سطر الإنجيل بمعنى كتابة الإنجيل وبالتالي فالشق الثاني من الآية اكتتبها أي خطها واستنسخها بعد سماعه لتلا... لتلاوتها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلا. خلاصة القول لما سبق تحليله أن هذا القرآن ابن بيئته نشأ في مجتمع موحد بالله من الناحية الروحية، لكنه عبارة عن فسيفساء عقائدية كاليهودية والمسيحية والنصرانية بمذاهبها المتعدده حيث تاثر هذا النص القراني بالجدليات اللاهوتيه ونقل لنا قصص والوعظ والارشاد التي كانت في الاصل بلغات اجنبيه كالعبريه والسريانيه واليونانيه وغيرها استقاها الرسول من افواه اشخاص تربوا وترعرعوا في ثقافات بلغاتهم الاصليه فجادلهم وحاورهم ثم نقل هذه المجادلات بلغات أعجمية إلى لغة عربية نقية صفية واضحة ترية بأسلوب بلاغي جميل إلى قومه وأبناء جلدته العرب وتحداهم أن يأتوا بنقاوة وصفاء هذا القرآن أو يأتوا بمثله كما يتضح في الآية 88 من سورة الإصلاح، وبالتالي يكون هذا القرآن عبارة عن منظومة فكرية عقائدية، ساهم في تركيبها وصناعتها وتأليفها مجموعة من المؤثرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيكون ثمرة عمل مشترك أيام حياة الرسول وبعد موته لم يبقى هذا القرآن سجين العقول والصدور والحناجر بل أصبح في عهد الخلفاء الأولين عبارة عن مصحف مادي شارك في صنعه وتهيئته وتدوينه ثل من الرجال أخذوا على عاتقهم تقديمه ووضعه بين أيدي المسلمين في حلة بهية شذية على قدر قدرتهم واجتهادهم ومستواهم المعرفي ثم يتنافس المتنافسون بعد ذلك في تقديم مصاحف أفضل وأحسن وأضبط مما جمع في العصر البكري العمري لكن السياسة والتسيير دفة الحكم في عصر الخليفه عثمان بن عفان يتطلب توحيد الجهود وتركيزها في عمل واحد سمي باسم مصحف الامام لكن هذا المصحف عرف تغييرات بسيطه في نقله لنسخ ولدت من رحمه وهي مصاحف الامصار كل نسخه من هذه النسخ نشات على اطر هذه التغييرات البسيطه مدرسه للقراءات في ذلك او في تلك الامصار وهي خمس مدارس دمشق، بصره، الكوفه، مكه، والمدينه وقد نقلت مراجع اسلاميه ومضات عنها كالمصاحف للسجستاني والمقنع لابي عمرو الداني وغيرهما من المراجع التي تخص القراءات المختلفة والشاذة في مدرسة الشام برز مقرئ في أول القرن الثاني الهجري وهو ابن عامر الدمشقي ثم بعد ذلك في مكة برز ابن كثير وفي الكوفة ثلاث قراء بقراءات مختلفة وهم عاصم وحمزة والكسائي وفي البصرة أبو عمرو وفي المدينة نافع، وبذلك أصبح القرآن يُقرأ بسبع قراءات مختلفة، ظهرت كلها في القرن الثاني الهجري. أُضيفت لها ثلاث قراءات ثم أربع إلى القرن الثالث الهجري، وفي عصر الخليفة عبد الملك بن مروان نجحت الدولة الأموية في توحيد المصاحف وتسهيل قراءتها. عبر تطور الخط العربي وتحسينه واضافه الفي الف على القران ككلمتي قالوا وكانوا حيث لم تكن ترسم الف المد في وسط الكلمه وبعدها في العصر العباسي اضيفت النقط على حروف الاعجام ثم التشكيل والهمز والزخرفه وعلامات الوقف وظهور هذه القراءات تزامن مع ظهور التجويد بشتى انواعه وسلاليمه الموسيقيه الى ان اصبح هذا القران في شكله النهائي قطعه فنيه جميله ابدعتها ايادي السلف الصالح. اذا نشا القران من مجادلات لاهوتيه بين الرسول وخصومه قبل مؤيديه ثم جمعت في آيات وصور شكلت أساسيات المصاحف وتوحدت في مصحف قانوني وهو مصحف الإمام وتشكلت قراءات عديدة أجمع علماء الإسلام على 14 قراءة رسمية أشهرها الآن قراءة عاصم من مدرسة الكوفة برواية حفص نكتفي بهذا القدر والى اللقاء في حلقه مقبله فكونوا معنا